مطار طهران صباح الأربعاء. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عاد بصحبة الوفد الإيراني المفاوض إلى بلاده بعد التوصل إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، اتفاق أجمعت معظم الدول على وصفه بالتاريخي، إلا أنه شهد ردود فعل متباينة في العواصم العربية. فبعكس التشكيك السعودي بالاتفاق، رحب العراق على لسان نائب الرئيس إياد علاوي بالاتفاقية، آملا في أن تكون عاملا لجلب الاستقرار للمنطقة، لكنه وجه أيضا انتقادات لهذه الاتفاقية. هو كان يجب أن يناقش الأمن الإقليمي بشكل متلازم مع السلاح النووي الإيراني، الأمن الإقليمي، والأمن الإقليمي يعتمد على قضيتين مركزية، هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان من ناحية، وعلى تبادل المصالح وتوازنها من ناحية أخرى. أما وزير الخارجية البريطاني الذي شارك في محادثات فيينا، فقد دافع أمام برلمان بلاده عن الاتفاقية، وانتقد موقف إسرائيل الرافضة تماما لها. عليكم أن تسألوا أنفسكم، ما نوع الاتفاقية التي كانت تل أبيب سترحب بها؟ والجواب هو أن إسرائيل لم تكن تريد أي اتفاقية مع إيران، بل حالة من الجمود، وأعتقد أن هذا ليس من مصلحة المنطقة أو من مصلحتنا. وبعيدا عن ردود الفعل السياسية، احتفل الإيرانيون في شوارع طهران حتى ساعات مبكرة من فجر الأربعاء، آملين في أن يؤدي الاتفاق إلى تحسن الوضع الاقتصادي في بلادهم قريباً.